معاكم تاني اعزائي المشاهدين ونشوف تحدي العالمي والثعلب. واول سؤال، هاري كين اكثر لاعب ساهم في اهداف تسجيل زائد صناعه، مين تاني لاعب بعده في البريمير ليج؟ تسجيل صن جاب جون كتير او صن وعمل جون كتير برضه. طب من نادي ايه؟ طيب اكتر فاردي سجل وصنع، هيبقى اشترك في اهداف يعني صلاح، اشترك في اهداف يعني ايوه سجل وسجل. هاري كين اكتر لاعب ساهم في اهداف تسجيل زائد صناعه، مين تاني لاعب بعده؟ انا قلت صن وصلاح، لا حد في السيتي، دي بروينا، جوندوجان، دي بروينا صح، مين بقى؟ صح غلط. حد في السيتي طبعا، لا مش عارف. طب قول لنا ثلاثه، واحد اختار منهم واحد. مفيش ثلاثه واحد بس، لا ده انا عارف ان هو واحد، ما اكيد واحد. قول لنا انت ثلاثه واحنا نختار واحد يعني. مفيش ثلاثه، هو هو اللي بعديه واحد يا حبيبي. ماشي انت قول ثلاث اسامي واحنا نختار واحد. قول انت خمس اسامي ناخد منهم واحد. جداً. برونو فرنانديز. عرفتها ازاي؟ هتقعد بقى ترخم هتقول هو صح ولا صح؟ والله صح؟ اه طيب برافو 100 صح ولا لا؟ والله صح والله. قول لك ليه كده عليك؟ برونو فرنانديز انت بتقول صح والله العظيم صح. صح برونو فرنانديز جاب بنالتيز كتير. انا قلت والله العظيم صوتت عليه كده وبص تحت صح؟ وراح طلع بالاجابه. لا والله لا والله برافو عليك. والله مين هيقول لي؟ صلاح سدد ست ركلات جزاء الموسم الحالي، سجل كام واحدة منهم؟ سجلهم الست. سجل كام واحدة من الست؟ سجلهم الست. ما ضيعش ولا واحدة صراحة. الاثنين صح. طيب ما أنا قلت الأول سجلهم الست. ما ضيعش ولا واحدة صح؟ صح. مين أكتر لاعب أهدر فرصة سهلة في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي؟ أهدر فرصة سهلة؟ أنتوا لسه حد كنت أنت لسه بتتكلم عليه. لسه الأسبوع اللي فات فيرنر. لا. فاردي؟ لا. أنت كنت لسه في لعيب الأسبوع اللي فات؟ فيرنر. فيرنر ضيع كتير قوي. لا. أسهل فرصة؟ اسهل فرصه ولا 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 اكتر عدد فرص؟ اسهل فرصه. مين اكتر لاعب اهدر فرصه سهله في الدوري الانجليزي؟ اكتر واحد سهله 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 عامل جد على فكره. اصل هي دي كنت بتنصح بيها. اصل دي حاجه على فكره حاجه مختلفه، ممكن يدور براو دي فرصه سهله وانا حاجه بامفورد. ايوه.